في البداية تمكن الرئيس المتنقل كما يحلو للبعض تسميته عبد الحكيم سرار من تصدير خارطة فشله على رأس اتحاد العاصمة في ظرف زمني لم يتعدى الشهرين، سجل من خلالها العديد من الإخفاقات التي تؤكد أن الأخير كان صفقة فاشلة لرجل الأعمال علي حداد. التفاصيل مع بدر الدين حجان. تمكن رئيس ديريكتوري اتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار من تسطير خريطة فشله على رأس الفريق العاصمي في ظرف قياسي بعدما توالت الإخفاقات الواحدة تلو الأخرى، رغم أنه لم يمر على تنصيبه سوى شهرين، إلا أنه تمكن باقتدار من إبعاد اتحاد العاصمة عن البوديوم. إخفاقات الرئيس المتنقل من فريق إلى آخر لا تعد ولا تحصى، فبعدما قضى على آخر أمل الفريق في اللعب على اللقب وحتى لعب المراتب الأولى، ترجم فشله التسييري بدخول تاريخ التعاقدات مع المدربين من بابه الخلفي، بعدما أعلن تعاقده مع المدرب المغربي بادو زكي لمدة أسبوع فقط قبل أن يتراجع الأخير عن ذلك. شأنه شأن المدرب الفرنسي برترون مارشان. هما في العقد ما تكلمناش عليهم، المفاوضات لا مشاش سوء تسيير سرار، وبعدما خلق فتنة في الطاقم الفني بقيادة ميلود حمدي من خلال جلب مدرب له وهو في المنصب، لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعده إلى تضييع الفريق العاصمي لملعب بلوغين في المنافسات القارية، بعدما كان هذا الملعب شاهدا على النهائي القاري للاتحاد، دون الحديث عن الاتهامات بترتيب المباريات التي أضحت تلاحق الفريق منذ ترأسه من خلال اتهامات المسؤول الأول لاتحاد بسكرا ساعو علنا له بترتيب المباريات. هو فشل وراءه فشل، ولسان الحال يقول أن سرار الذي فشل سابقا في اتحاد بلعباس والآن مع اتحاد العاصمة يبقى رهانه الأساسي كرسي الرئاسة، فلا تهم الأموال بقدر ما يهم ألا يبقى بطالاً.